مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. انا مرحبا بكم على قناتي، قناه ريسيكلاغ هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. إذن نبقاو دائما احبائي في افكارنا تاع الاسترجاع والتدوير. اليوم راح نشوفوا هذه القارورات الزجاجيه اللي يعني تتواجد في كامل المنازل. نشوف فيها زيت الزيتون، دونك ما ترميوهاش. راح نعطيكم في كل مره فكره جد جميله لتوظيف هذه القارورات الزجاجيه. اذا راح تنحيو لها الغلاق تاعها، اذا هذا الغلاق ما راحش نرميه، راح نحتفظ به، نسحقه في اعمال اخرى. اذا اكيد ان القارورات تاعي نظفتها بالماء الساخن، يعني باش نحي كامل اثار زيت الزيتون. راح نخدم اليوم بالخيط تاع الخيش. اذا قطعت الخيوط تاعي، احتجت لنا الى 5 خيوط، راح نثنيها على 2. كل خيط يعني الطول تاعو حوالي 75 سنتيمتر. وانتم اكيد انه الاقياس هذه يعني الاطوار راح تاخذوها على حساب القاروره الزجاجيه تاعكم اذا كانت كبيره ولا صغيره. شوفوا معايا مليح هنايا، راح تطويو الخيط تاعكم على 2، راح تدخلو هنا درت خيط صغير الفوق، شفتو في يعني قدام الفم تاع القاروره، دورتو وعقدتو ولكن ما تلصقوش، يعني خليوه شويه كبير يعني على الفتحه باش تقدروا هكذا تدخلوا الخيوط بسهوله. شوفوا اذا راح تدخلوا الخيط تاعكم، اذا راح تخرج لكم هذيك الفتحه، اذا الفتحه هذه راح تدخلوا فيها الخيط تاعكم اللي راهو مطوي على 2 اكيد. وبهذا الشكل راكم تحصلتوا على هاد العقده اللي راح تخليو حوالي 1 سنتيمتر بين كل خيط وخيط. اذا راح تحصلوا على 5 خيوط تاعكم مربوطه في الخيط اللي راهو في الاعلى بهذا الشكل. هنا احنا نبداو نديرو دين، يعني نديرو عقد تقيسوا يعني حوالي 5 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر، وديروا العقده تاعكم. اذا العقده راح تكون بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى تاع كل خيط، يعني تجيبوا الجهه اليمنى تاع الخيط اللي هو على اليمين، تجيبوا الجهه اليسرى تاع الخيط الثاني وديروا عقده. الجهه الثانيه راح تربطوها مع الجهه الثانيه للخيط دائما بهذا الشكل، يعني راح تقوموا بربط الاطراف متنه متنه، يعني تكروازيو الخيوط، يعني نحاولوا نكروازيوهم نلاقيوهم بشكل مثلث ونديروا العقده تاعنا. نكملوا يعني حتى نكملوا كامل السطر الاول. شوفوا معايا هنايا، اذا انا كملت تقريبا السطر الاول. هنا فقط حاولوا يعني تكون المسافات تكون كامل 6 سنتيمتر في العقد اللي درتوها، يعني ما لازمش تكون وحده طويله الفوق وحده تكون في الاسفل، هكا باش كي الاشكال هذيك تاع لي لوزونج يعني هذيك المقروطه راح تخرج لكم شابه. فوالا، هي عمليه بسيطه. اذا من بعد حنكملوا بهذا الشكل. دوك نديرو نفس الشيء، فقط دائما نقعدو في الكروازمون تاعنا، دائما الخيوط الطرف اللي عندكم الاطراف الوسطى تربطوها دائما، تزيدو تمشيو الاطراف الوسطى تربط دائما، تحافظوا على نفس المسافات حتى تكملوا الصف الثاني بهذا الشكل. راح تزيدو تحبطوا الاسفل وديروا الصف الثالث، يعني حتى تشوفوا القارورات تاعكم شحال خرج لكم فيها من صف. حيخرجوا لي انا هنا حوالي 4 صفوف يعني حتى العقده اللي في النهايه، ومن بعد حنشوفوا باقي المراحل.
اذا الان بعد ما كملتو اكيد ان الخيط تاعكم سيدي باش نقول لكم لازم يكون اطول من القاروره، يعني من البدايه اللي حتبداو بها. احنا بدينا من اسفل الفوهه، دونك قلت لكم 75، اي لازم تتعدى بحوالي 10 سنتيمتر هكذاك. اذا لان واحد ديو العقد راح تنقص لكم الطول. الان شوفوا يعني اللي الخيط اللي قاعد لي راح نحاول نلصقه يعني في اسفل القاروره. هنا شوفوا باش يخرج لكم المربعات تاعكم يعني مقروطات يخرجوا شابين، تجبدوا الخيط يعني فوتي غير تجبدوا الخيط مليح كي تكونوا تلصقوا فيه في الاسفل في قاع القاروره. هنا لتحت في القاروره الزجاجيه تاعي راح نحاول نغطي هذاك اللي لصق السيليكون. حنجيب خيش قماش خيش مسترجع مقطع دائره مناسبه يعني تناسب مع الدائره تاع القاروره تاعي، ولصقها بشكل عادي بالسيليكون يعني. ومن بعد تعدلوا الحواف. انا كذلك في الحواف راح نستعمل البغيه ماشي ضفيره، يعني هي خيط هذا راح تشوفوني نخدم به من بعد ورشات اخرى. اذا الخيط هدايا إليكروشتي يعني خدمته بالكروشي، دونك عادي يعني الخيط تاع الخيش. جبت الكروشي تاعي شويه خشين ودرت له يعني الخيط تاعي، درت عادي يعني الكروشي كيما نعرفه بازيك. تحصلت على هذا الخيط اللي نقدر نوظفه يعني باش ندير الحواف هنايا في القاعده تاع القاروره بشكل بسيط. اذا هنايا على بالكم في توسكي ترافو مانيوال نسحقوا بزاف يعني ونتعلموا كذلك في نفس الوقت، نسحقوا الكروشي، نسحقوا شويه خياطه، نسحقوا. دونك هادو هما لي ترافو مانيوال. دونك لا كنتو ما تعرفوش الكروشي سي سامبل، انا ما كنتش نعرف، دخلت اليوتيوب تعلمت عادي يعني وليت نخدم بشكل عادي. لا كنتو تحبوا بيان سور اشغال يدويه كيما روسيكلاغ هاند ميد. شوفوا لصقوها اوتوتور فوالا بهذا الشكل، وما تكتروش دائما السيليكون، تقدروا تخدموا بالمسدس الصغير راح ينزل لكم كميات مناسبه. اذا التزيين هنايا كيما تحبوا، زينتو انا بشويه كوكياج كذلك قواقع مسترجعه. شوفوا كيفاش حطوا ضفوا هذه القاروره الزجاجيه تاعكم. سان فاز فوالا، هي فازا يعني تحبوا ديروا فيها اي ورود تكون عندكم. كيما انا واش راح نوظفها اليوم، عندي النبته تاعي كيما قلت لكم لاكي بومبو اللي هو عباره عن نوع من القصب مستعمل للتزيين، يعني يجلب الحظ يجلب مليح يعني الطاقه ايجابيه للمنزل. عندي الاحجار هذه البيضاء تاع الاكواريوم تاع السمك، اذا بعض النباتات كلها اصطناعيه، بعض الاحجار يعني تاع الكريستال للديكور، وراح نحط النبته تاعي تاع البومبو كيما راكم تشوفوها اللي تنمو يعني في الماء عايليك يعني. حتى هادو راني ندير لهم اكتار يعني نحيتهم، لانه النباتات كيما تعرفوا كامل يتكاثروا. فوالا اذا زينوا بها بهذا الشكل يعني في عود نكون نشريو لي بوكو اون فير يعني هذوك الكؤوس الزجاجيه اللي تنباع غاليه. اذا انا وظفت القاروره الزجاجيه تاعي تاع زيت الزيتون باش ما نرميهاش وما نزيدوش عبء على البيئه تاعنا،
استرجعتها ودرتها فاز للبومبو تاعي. نتمنى تكونوا استفدتوا احبائي من الورشة تاع اليوم، ديروها انتم تنت في المنزل وخليوا لي كومونتير تاعكم. نتلاقاو احبائي ان شاء الله في ورشات وابداعات اخرى. بقاو في القناه ريسيكلار هاند ميد دي اي واي. مع السلامه.